إلى محافظة دهوك، حيث شهدت المحافظة انعقاد جلسة علمية حول مستقبل المناطق الكردستانية خارج إدارة الإقليم. للمزيد حول الجلسة ينضم إلينا من هناك مباشرة مراسلنا بيوار داخاز. مرحبا بك بيوار، تفضل. نعم نعم سمير، مساء الخير. اهلا بك وللزميله ديما. سمير، يعني حاليا في هذا المكان حيث انا متواجد في جامعه نوروز، هناك ملتقى او مؤتمر خاص حول مستقبل المناطق الكردستانيه خارج اداره الاقليم، لطرح عده قضايا متعلقه باهم مشاكل هذه المناطق وايضا المعوقات التي تواجه في تنفيذ ماده 140 الدستوريه، بالاضافه الى مجموعه من المواضيع الأخرى التي كلها تصب في مصلحة هذه المناطق وقضايا هذه المناطق في هذا أو في هذه الجلسة أو المؤتمر بحضور عدد كبير من السياسيين، أعضاء مجلس النواب العراقي، أعضاء برلمان إقليم كردستان، وأيضا أساتذة جامعيين، وأيضا هناك مختصين في هذا المجال. سوف أترك تفاصيل أكثر مع ضيفتي الدكتورة نسرين علي، رئيسة قسم العلوم السياسية في جامعة نوروز. دكتورة نسرين، أهلا وسهلا بك في هذه الاستضافة. بداية، حدثينا عن أهم محاور التي سوف يركز عليها هذا المؤتمر. بداية طبعا المؤتمر هو حول المناطق الكردستانية خارج إدارة الإقليم والمشكلات التي تعانيها نتيجة الخلاف السياسي بين حكومة إقليم كردستان والحكومة الاتحادية في بغداد. وطبعا المؤتمر الخاص عرض محورين، بالمحور الأول تناول كأدلة تاريخية وجغرافية وثقافية تخص مكونات تلك المناطق وأهميتها بالنسبة لحكومة إقليم كردستان، والتي تؤكد عائديتها لجغرافية إقليم كردستان طبعا. أما بالمحور الثاني فبحثنا بالحلول الممكن أن نستند إليها لمعالجة مشكلة تلك المناطق، خاصة وأنه في الوقت الحالي أن هذه المناطق منذ 2003 حتى الآن عانت ما عانته بصراحة في مسائل كثيرة ومشكلات كثيرة، وكلها كانت نتيجة لتلك الصراعات السياسية على المنطقة، وكانت ضحيتها مواطنين سواء الكرد أو غيرهم من المكونات الأخرى في تلك المناطق. والأحداث الأخيرة يعني كانت الكل شهدها من الجماعات الإرهابية والقوى السياسية والقوى العسكرية التي هي خارج أصلا خارج حكم القانون للدولة العراقية بذاتها، هي يعني ميليشيات عسكرية تحكمت في المنطقة وهددت أمنها وأثرت على نوعية الخدمات المقدمة لها. لذلك يعني رأينا أنه من المهم أن تكون هذه المسألة هي من إحدى الموضوعات المهمة والمشكلات الأساسية التي تعانيها الدولة العراقية وكذلك حكومة إقليم كردستان، والتي لابد من إيجاد معالجات سياسية وقانونية لها، سواء كانت بتنفيذ المادة 140 من الدستور العراقي أو كان وفق النظرية التوافقية أو النظام التوافقي بين القوى السياسية للوصول إلى حلول يمكن أن ينقذ تلك المناطق من الأزمة التي تعيشها الآن. دكتورة، يعني هل سيكون لهذا المؤتمر مخرجات، وأي جهة سيتم إرسال أو إيصال هذه المخرجات، وهل لها دور أو ضغط على الحكومة الاتحادية في التعامل مع ملف مادة 140 بجدية؟ صراحة هو كل عمل علمي يعقد لابد أن يكون له مخرجات، لأنه أهمية هذا العمل تأتي من مخرجاته وبالتالي أثر هذه المخرجات في الواقع. وصراحة إحنا حاولنا محاولة جدية أزاء أن يكون
مخرجات هذا المؤتمر الخاص أثر أو عوائد، ولهذا نحن خاطبنا برلمان إقليم كردستان والآن أعضاء منهم حاضرين طبعا في المؤتمر، وكذلك أعضاء من برلمان العراقي أيضا حاضرين في وأكيد إحنا حنسلمهم النتائج التي توصل إليها المؤتمر، ونأمل يعني أن يسعوا جادين أن يأخذوها بنظر الاعتبار من أجل معالجة مشكلة تلك المناطق. الدكتورة نسرين علي رئيسة قسم السياسة في جامعة نمرود، شكرا جزيلا على هذه المداخلة. طبعا يعني حاليا المؤتمر مستمر، هناك جلسة خلفي وسوف تستمر أعمال هذا الملتقى أو هذا المؤتمر حتى يعني ربما الساعة الثالثة عصرا. نعم بوردة خازة مراسلنا من دهوك، شكرا جزيلا لك.